تمام، هاي نرجع نكملها. هاي بكر كمان شبك، هاي بنرجع نكمل. هاي سارة كمان معنا. طيب بنرجع نكمل، اللي هو هاي بدي ارجع اكمل على هاي. وين راحت هون؟ هلا وصلنا عند الاي 2. خلينا ارجع هاي افتح النت جيمز. وصلنا عند الاي 2، شايفين معي الشاشه انتوا ولا لا؟ هاي هون لا دكتور مو مبينه. ثواني هلا ما هو بدي ارجع اعمل شير سكرين، لانه هو منيح انه هاي. وين راحت هاي؟ طب هاي شير سكرين هلا هيك، هاي عشان تشوفوا معي. هلا هيك مبينه. طيب هاي خلينا نرجع، هاي هون وهي نت بينز. هاي عشان تشوف معي، خليني ارجع اصغر شاشه الزوم. هاي بهذا الشكل. هلا وصلنا عند الاي 2، الاي 2 تمام. هلا بيجي هون 2 اقل من 4. نعم، يعني هلا لاحظ بدي ارتب ثالث خانه في الاري اضمن فيها اصغر قيمه موجوده هون. السورت يا شباب مهم جدا تفهموه، مهم جدا جدا. ليش؟ هلا بشرح لكم ليش. تمام، بيجي هلا هون وصلنا عند الاثنين، فبلش في الجي من الاي الحاليه زائد 1، يعني 2 زائد 1 شو بتصير هون؟ 3. يعني هلا انا واقف عند هذا السطر، بدي اشيك على اللي بعده مين اصغر منه ينحط محله، فبيجي هلا هون 3 اصغر من 5. نعم كمل. اي ار ار اوف الجي اللي هي اي ار ار اوف الثلاثه اللي هي 10 اصغر من اي ار ار اوف الاي، الاي 2 اللي هي 13، 10 اصغر من 13. نعم، احط في التمب اي ار ار اوف الاي، فهون بصير في التمب 13. تمام، بعدين اي ار ار اوف الاي اللي هي هلا هاي بتساوي اي ار ار اوف الجي الحاليه اللي هي 2، هاي اللي هي 3 عندها تيجي محل اندكس 3 تيجي محل 2، فبصير هون 10 وهي بتطلع 10. لاخر شيء بقول له اي ار ار اوف الجي تساوي التمب، شو صار هون؟ 13. تمام، خلصت الاف ستيتمنت. نيكست جي، نيكست جي بتصير الجي قديش؟ 4. بيجي هون 4 اقل من 5. نعم 4 اقل من 5. هل اي ار ار اوف الاربعه اللي هي حاليا قديش قيمتها؟ 5. اصغر من اي ار ار اوف الاي اللي هي 2 اللي هي قديش قيمتها؟ 10. 5 اصغر من 10. نعم، حط اي ار ار اوف الاي الحاليه في التمب، فالتمب بيصير قيمته 10. تمام، بعدين حط اي ار ار اوف الاي يعني محل ال10، حط اي ار ار اوف الجي، هون شو بيصير؟ 5، ومحل هاي حط كم؟ 10. نيكست جي شو بتصير الجي؟ 5. 5 اصغر من 5؟ لا، بلغي الجي وبكسر هون، يعني خليني ارجع اشطب هاي، الجي كلها بتنحذف من الذاكره وبرجع نيكست اي. نيكست اي شو بتصير الاي؟ 3، اللي هو الاندكس 3، يعني رابع عنصر في الاري. ولاحظتوا انه لحد هلا اول ثلاث عناصر ترتبوا تصاعديا، ترتبوا ايش؟ تصاعديا. تمام، هلا بدي اكمل عند هذا العنصر، اخر عنصر يعتبر نسبيا لي هذا، لانه بس ارتب هذا ضمنيا هذا اجى اكبر عنصر في الاري. طيب بقول واحد اوكي، صارت 3، 3 اقل من 4، عفوا هون 3 اقل من 4. نعم 3 اقل من 4، فنفذ. خلي الجي تبلش من الاي زائد 1، يعني الجي تبلش اشيك من انهي خانه؟ من خانه 4. طيب يعني الاندكس الرابع اللي هو اخر عنصر في الاري، هل اي ار ار اوف الجي اللي هي 4 الاندكس 4 اللي هو ايو اندكس 4 اقل من اي ار ار اوف الاي في الاندكس 3؟ يعني هل ال10 اقل من 3؟ نعم، احط في التم 13. تمام، بعدين في اي ار ار اوف الثلاثة اللي هي الاي يعني مقصدي فيها، حط فيها الجي، شو صارت هون؟ 10. بعدين روح على اي ار ار اوف الجي اللي هي 4، حط فيها التم اللي هي 13 بهذا الشكل. خلصت هاي. نيكست جي، جي تصير 5، 5 اقل من 5؟ لا، فبكسر، فبرجع بفرغ الجي. هلا لانه ما راح تلزمني راح اشطب جي، فراحت الجي من الميموري. راحت الجي من وين؟ من الميموري. تمام، نيكست اي لانه هلا خلصت هي اند الفور تبعت الجي، هلا اند الفور تبعت مين؟ تبعت الاي، شو بتصير؟ 4. 4 هلا اوريدي انا اندكس 4 فيش داعي اشيك عليه، لانه اوريدي فيش حدا بعده اشيك عنه، عشان هيك مشيتها مش اقل من اللينث، اقل من اللينث ناقص 1، لانه اوريدي بس اوصل للاندكس 3 4 ما في داعي ارتبها لانها اوريدي راح تكون مرتبه. لاحظ بس خلصت السورت، بس خلصت السورت شو عناصري؟ مرتبين تصاعديا اسندنج 2 3 4 2 3 5 10 13. طب بقول لي واحد طب اثبت لي، بقول له بكل بساطه هون هي اجي احكي هون، هي هون رساله توضيحيه system.out.println مثلا array after مثلا sort ascending، يعني بعد الترتيب تصاعديا
ارجع اطبع للأريل. هاي هون اول شيء رتب الأريل، فبتقول له هون sort sort ascending للأريل رتبها، بعدين ايش اعمل هون print array، يعني استدعي مثل السورت ترتبها بعدين اطبعها. هاي F6 عشان تشوفوا معي، لاحظ قبل الترتيب هيها، بعد الترتيب شو صارت هيها. طب لو بدي ارتبها تنازليا، لو بدي ارتبها تنازليا، هلا واحد بيقول لي طب باول المحاضره الماضيه مش خليتنا نطبعها معكوسه؟ معكوسه المقصود فيها مش مرتبه بالعكس تنازليا يعني، لا معكوسه بعكس ادخالي، يعني دخلت 10 5 13 2 3 بطبعها 3 2 13 5 10. لما احكي اطبع بالعكس غير عن لما احكي لك رتب، هنا رتبتها. طب لو بدي ارتب تصاعدي هيك تصاعديا، طب تنازليا نفسها يعني لاحظ حتى باخذها نفسها هون، هي هذه اخذ مثل السورت نفسها، لا راحت ولا اجت. بدي اجي اقول له هون هاي بيس، هون بدي اقول له سورت، سورت بدل اسندنج ايش بدي احكي له؟ هاي هون ديسندنج، ديسندنج ديسندنج يعني تنازليا. التنازليا شو بفرق؟ انه نفس الفكره لا راحت ولا اجت، بس بدل ما ادور مين اصغر قيمه شو بحكي له هون؟ مين اكبر قيمه، يعني بس اشاره الاصغر صارت ايش؟ اكبر، بس فقط بكل بساطه. هاي عشان تشوفوا معي نفسها هاي، خلينا اخذ هاي كوبي هون، يعني هي هين هون بدي اجي احكي هون افتر سورت مش اسندنج ديسندنج، اسندنج انه رتب الاري بس مش اسندنج هون، استدعي مثل الايش؟ ديسندنج. احنا اسم نسميها ديسندنج بهذا الشكل، ديسندنج يوشي ديسندنج يطبع الاري، يعني طلع والله معي هون هي اف 6 هي وسع هاي. هلا هون في البدايه قبل السورت هيها، بعدين رتبتها تصاعدي، بعدين رتبتها ايش؟ تنازلي. هذه الفكره فيها السورت جدا مهم. واحد بيقول لي ليش مهم؟ لقدام لما تصيروا تشتغلوا بالشركات زي مثلا بنوك جامعات كذا، يكون عندك البيانات فيها مئات الالاف من الاصول. لما ترتب البيانات تبعتك ترتب تصاعديا، بصير السيرش راح تاخذه لقدام في طرق للسيرش، السيرش سيكوينشال، انه اصير امشي زي ما قبل شوي شرحنا، امشي خانه خانه، هل هو موجود ولا لا. هلا اذا مرتبين بصير اجي احكي مثلا بدور على رقم، طلع اذا مرتبين مثلا تصاعديا، مثلا بدور على 10. الوضع التقليدي ده بلش باول خانه، هل 2 تساوي 10؟ لا. 3 تساوي 10؟ لا. 5 تساوي 10؟ لا. 10 تساوي 10؟ نعم، يعني مشيت اربع لفات. هلا في طرق لقدام بحضر احكي لما ادور على رقم روح وقف عند نص الاري، نص الاري اللي هي 5، انا متاكد انهم مرتبين، فباجي بطلع هل 5 تساوي 10؟ لا. ولو حط طيب قول له هلا بما انه 5 لا تساوي 10، يعني الخمسه راح تكون اقل من العشره، فمستحيل العشره تكون تساوي اي قيمه تحت الخمسه، يعني اي قيمه قبل الخمسه مستحيل هاي. فانا بصير محصور تدويري من بعد الخمسه وطالع. فانا هون باجي بحكي له روح على الخانه بعد الخمسه مباشره، شو بلاقي؟ عشره. فلفيت لفتين عشان الاقي العشره. وصلت الفكره؟ انه انت لما تكون مرتب بتسرع عمليه السيرش الوصول للبيانات. اذا كانت البيانات مش مرتبه بدك تضطر تمشي سيكونشال، مثلا عندي 100,000 سطر بدور على اسم، بدل ما عاد اعمل 100,000 سيرش ممكن اختصرهم مثلا ل 10 ل 100 مثلا الماكسيمم، فبختصر فيها عمليه السيرش وبسرع النظام تبعي، بسرع النظام تبعي. طب راح اكتفي لحد هون، راح اكتفي لحد هون. خليني بالله هي في اسئله لحد هون؟ هاي واقف لهاي، في اسئله عليها؟ اللي عنده سؤال حابب يسال يسال. صعبه؟ لا تمام دكتور. السيرش يا شباب والسورت هم محور الشغل تبعك، يعني كل الانظمه فيها دائما انه استرجع بيانات ضمن فلتر معين، انه دور هل هذا موجود هذا مش موجود. طبعا اوريدي راح اضلني اكرر عمليه السيرش والسورت لما نبلش في الاوبجكت اورينتد. هلا هيك اليوم بكون انا خلصت معاكم اللي هي الون دايمنشنال اري، راح اطلب منكم هوم ورك عليها اشمل فيه كل شيء، مثلا انه اعمل اري، اقراها، اطبعها، اجمع لي اياها مثلا، وجد لي الافرج، وجد لي مثلا كم رقم زوجي، وجد لي الماكسيمم، اعطيني معدل الارقام الفرديه مثلا، او مثلا زي ما قلنا رواتب، مثلا مين الرواتب اللي فوق هالقد، مين الرواتب اللي تحت هالقد، اظهر لي اياهم كمبدا سيرش على سبيل المثال. راح اطلب منكم كمان اللي هو تدور على يعني كسيرش وترتب وتطبع لي اياها تصاعدين او تنازلين. راح احط منكم هوم ورك على ارقام بحطه على الاي ليرنينج، معاكم اسبوع من لحظه ما انزل لكم اياها تسلموني اياها. الهوم وركات هي
المحور الأساسي على العلامات إذا ما عملوا امتحاناتها، إذا ما خلوناش نعمل يعني لحد هلأ اللي حكوا عنه مبدئياً راح يكون في ميد تيرم إكزام، في امتحان اللي هو نصف الفصل، إذا ما أقروا راح تكون العلامات على مين؟ على الهوموركات. وأوريدي لو أقروا الهوموركات تشكل جزء كبير من العلامة، برضو راح أحتسبها بالعلامة، وهي بتبين لي كمان مين الطالب المهتم في المادة. اللي بيحل الهومورك بأخذ علامات، اللي بيحلش الهومورك هو حر. تمام يا شباب؟ فراح أكتفي لحد هون، يعطيكم ألف ألف عافية، وأي حدا عنده سؤال يسأل. إن شاء الله اليوم المساء بس أروح على الدار، يعني عندي مشوار هلأ بعد الجامعة بتقضيه، بكون جهزت لكم هومورك وبرفع لكم إياه على الإي ليرنينج وتسليمه على الإي ليرنينج، وبصلحه وبتظهر لك علامته على الإي ليرنينج. تمام؟ معاكم للأسبوع الجاي تسلموني إياه. يعني هاي اليوم 13 ضيف عليهم، يعني عفوا اليوم الاثنين معاكم للأحد الجاي تسلموني إياه. كل هومورك دائما معاه أسبوع. راح أكتفي لحد هون، يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله نراكم غدا على خير إن شاء الله. وإذا حدا في عنده سؤال يسأل. ما في أسئلة؟ سلامتك دكتور، الله يعطيك العافية. الله يعافيكم، يعطيكم يعطيك العافية دكتور، نراكم غدا إن شاء الله. الله يعافيكم، السلام عليكم.